الجبال شراسته وقوته وعنفه وافتراسه وخطره القاتل، وهذا صحيح عن التماسيح. إن التماسيح هم من الحيوانات آكلات اللحوم والتي تتغذى على الحيوانات الحية، إنها تتغذى أيضاً على الجيفة. تستخدم التماسيح عدة أساليب للهجوم عندما تطارد فريستها الحية، لكن التماسيح تتفق في أسلوب واحد وهو الكمين، حيث إن التماسيح تكمن بلا حراك تحت سطح المياه مع وضع الأنف فوق سطح المياه. الكمين من الأساليب التي تمكن التماسيح من أن تبقى مخفية بينما هي تراقب فريستها التي تقترب من حافة المياه، ثم تندفع التماسيح في الماء مع أخذ فريستها على حين غرة وتقوم بسحبها من الشاطئ إلى المياه العميقة. هناك طرق صيد أخرى تشمل على الصيد باستخدام عض جانبي الرأس بسرعة أو الاصطياد عن طريق الانجراف نحوها ببطء ثم تندفع نحوها عندما تكون على مسافة قريبة منها. من الأقوى، التماسيح أم الأسد؟ إن التمساح ببساطة هو أكبر من أن يهزمه الأسد. إذا كان التمساح قادراً على نصب كمين لأسد كان يشرب الماء من النهر فإن القتال سينتهي على الفور. كان التمساح يسحب الأسد تحته ويقتله بسهولة، عندما تواجه التماسيح الأسد فإن كلاهما لهما نفس القوة. تنعم التماسيح بدروع متقشرة، في حين أن الأسود لديها زئير عال والذي يمكن أن يخيف أي شخص تقريباً. شدته عالية جداً لدرجة أن سماعه من مسافة قدمين يمكن أن يجعل أي شخص أصم، لذلك لن يفوز أحد هنا. من غير المحتمل أن تصبح التماسيح كبيرة جداً ويمكن أن تفترس الأسود، إنها مدرعة بشكل كبير وطالما أنها في الماء فهي في مأمن من الأسود. التماسيح لا تخاف من اللبؤة لكنها تخشى تماماً كبرياء الذكر الكامل. تمتلك التماسيح العديد من الحيوانات المفترسة المختلفة مثل القطط الكبيرة والثعابين الكبيرة مثل الأناكوندا، وتشمل الحيوانات المفترسة الأخرى للتماسيح أفراس النهر والفيلة. من سيفوز في مواجهة بين التماسيح والفيلة؟ سيفوز الفيل في معركة ضد التمساح بالتأكيد. إن التمساح معرض جداً لهجمات الدوس من الفيل، ولا يمكنها إلحاق إصابات قاتلة بالفيل. في هذا المشهد، صور زائر في رحلة سفاري في زامبيا بأفريقيا مقطع فيديو، ويظهر الفيديو أنثى الفيل الأفريقي وهي تستخدم كل قوتها لتدوس التمساح لأنها لا تريد الزواحف أن تزحف على صغيرها. من الأقوى، التماسيح أم جاموس الرأس الأفريقي؟ عادة ما يهاجم التمساح متوسط الحجم الحيوانات المنفردة القديمة والعجول الصغيرة فقط. على الرغم من أنها يمكن أن تقتل البالغين الأصحاء، قد يصبح ذكر التماسيح النيلية الكبيرة بشكل استثنائي من الحيوانات المفترسة شبه المعتادة للجاموس. من الأقوى، التمساح أم الغوريلا؟ إذا كانت المعركة في المياه فسوف يهزم التمساح البالغ الغوريلا بسهولة، لكن في معركة على الأرض سيكون للغوريلا ميزة على التمساح. في الحد الأقصى للأحجام يكون تمساح المياه المالحة أثقل بخمس